slap me across the face. This is not life. من المظلوم في قضية جوني ديب وأمبر هيرد؟ هاي الفيديوهات وملايين غيرها عم بيشاركها المتابعين على تيك توك لأشهر قضية بالوقت الحالي، فالصراع بين جوني ديب وأمبر هيرد وصل لأقصاها الأيام الأخيرة من لما بدأ الثنائي مواجهته العلنية أمام القضاء، وتحديداً بشهادة جوني ديب أمام المحكمة، فشفناه على مدار 4 أيام بيروي تفاصيل الخلافات والمشاجرات اللي دارت بينهم، وأكد إنه هيرد هي اللي كانت تسيء له جسدياً ولفظياً من خلال عرضه لتسجيل صوتي تعترف فيه إنها كانت تضربه. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. وإنها قامت بقطع أصبعه خلال إحدى المشاجرات في أستراليا. I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was I felt heat. وفي إحدى المقاطع الصوتية أكدت إنه ما حدا رح يصدقه إنه تعرض للعنف المنزلي. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. I, Johnny Depp, man, I'm a victim of domestic violence. Yes. أما أمبر هيرد فانهارت خلال الإدلاء بأقوالها أمام المحكمة لما تحدثت عن تفاصيل العلاقة المضطربة بينهم وعن أول مرة اتعدى فيها جوني عليها بالضرب. Slapped me across the face. And I laughed. I laughed because I didn't know what else to do. I thought this must be a joke. وبين كلام جوني أمبر والشهود المتابعين انقسموا بالآراء، لكن يبدو أن التفاعل على السوشيال ميديا ما كان في صالح هيرد، لأنه عدد كبير من المتابعين اعتبروا ما قامت فيه على منصة الشهود من انفعال وبكاء بدون دموع مجرد تمثيل. كما قام خبراء تفسير لغة الجسد بتحليل حركاتها على منصة الشهود، فقالوا إنها كانت تتلعثم كثير وحركات أيديها وتعبير وجهها ورواياتها ما كانت متصلة، الشيء اللي بيدل على الكذب. And at first it was just to throw something, smash some things. بالمقابل جوني اكتسب شعبية كبيرة على السوشيال ميديا من بعد ظهوره وتقديمه الأدلة وإدارته للحوار بالمحكمة بأسلوب ذكي، خلى كثير من الناس تتعاطف معه وتصدقه، الشيء اللي ممكن يخليها تخسر الرأي العام. فوصل هاشتاغ جوني ديب على تيك توك ل 15 مليار فيوز، أما جاستس فور جوني ديب لحوالي 8 مليار و100 ألف فيوز، أما اسم أمبر هيرد فحقق أكثر من 6 مليار فيوز، وما قدر هاشتاغ جاستس فور أمبر هيرد يتخطى ال 29 مليون فيوز. ويبدو أن اللي أثر بشكل كبير على الرأي العام هو شهادة الدكتورة النفسية للمحكمة، قالت أنه هيرد تعاني من اضطراب الشخصية الحدية واضطرابات الشخصية الهستيرية، وهي اضطرابات تصيب الأشخاص اللي بيعانوا من عدم الاستقرار العاطفي وسلوك البحث عن الانتباه، والناس على السوشيال ميديا لاحظوا هذا السلوك خلال المرافعات وبدأوا يتناقلوا فيديوهات لهيرد في المحكمة، وراحوا لأبعد من هيك بالتحليل فلاحظوا أنها بتقلد ملابس وتسريحات شعر جوني ديب في قاعة المحكمة وأنها بتحاول تمارس مايند جيمز عليه، ففي مرة ارتدى جراي سوت وبعدها بيوم ارتدت بدلة بنفس اللون، وفي إحدى الأيام ارتدى هالتاي اللي عليها بامبل بي من جوتشي وبعدها بيوم ارتدت هيرد نفس التاي. وكان الكابل اللي تزوجوا عام 2015 وبعدها بسنة طلبت أمبر هيرد الطلاق وتم بالفعل الطلاق رسميا عام 2017. وفي عام 2018 نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالة لأمبر هيرد وصفت فيها نفسها بأنها ضحية للعنف الأسري، ولكنها ما ذكرت اسم جوني ديب، لكن هالشي أغضب ديب وخلاه ينفي هالموضوع وأكد أنه هالمقال بيشوه سمعته، فقام بمقاضاة طليقته ورفع دعوة تشهير ضدها وطالبها بتعويض قيمته 50 مليون دولار لأنه أثر بشكل كبير على مسيرته المهنية، الشيء اللي خلى أمبر هيرد ترد بدعوى مضادة للمطالبة بتعويض بقيمة 100 مليون دولار لأنه الدب شوه سمعتها من خلال وصفها بأنها كذابة.